قام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بتوديع آخر أفواج حجاج مملكة البحرين المغادرة للديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج في مطار البحرين الدولي، حيث أكد سعادة الوزير أن الوزارة وبالتنسيق مع بعثة مملكة البحرين للحج والجهات المختصة كافة يعملون بروح الفريق الواحد لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد المعظم لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير أقصى درجات العناية لخدمة الحجاج البحرينيين والمقيمين، وذلك في ظل المتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد سعادته أن أبواب بعثة مملكة البحرين للحج في الديار المقدسة مفتوحة أمام الحملات البحرينية وجميع حجاج المملكة على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة من مختلف اللجان حسب اختصاصاتها. وقدم سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وشركة مطار البحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تسهيلات لضمان انسيابية وسلاسة تسيير رحلات حملات الحج البحرينية خلال مغادرتهم أرض الوطن. تحرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج مملكة البحرين، وهذا يأتي تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جميع الخدمات التي تقدم للحجاج البحرينيين انطلاقا من مقدرتهم مملكة البحرين إلى حين وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. وبعثة البحرين قد سبقت الحجاج وقامت بإعداد جميع التجهيزات اللازمة لاستقبالهم وتجهيز المخيمات في المشاعر، وأتت هذه الإجراءات بناء على توجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء بوضع خطة في فترة قياسية، بحيث أن احنا بدينا بتسجيل الحجاج من أكتوبر العام الماضي ونثمن هذه الخطة اللي أتت بها المملكة العربية السعودية، تواكبنا معها ومشينا في نفس الفترة الزمنية اللي أعلنت عنها، وهذه الإجراءات يسرت ووصلت إلى هدف الإعداد المسبق لهذا الموسم. وإحنا يعني نوفر جميع الخدمات لحجازنا من البعثة من اللجان الطبية والأمنية والاستعدادات والتنظيمية من الكشافة، ولله الحمد اليوم يغادر آخر فوج إن شاء الله من حجاج مملكة البحرين، ونتمنى لهم إن شاء الله يكون حج مبرور وذنب مغفور ورجوعهم للبلاد سالمين غانمين بإذن الله. نشكر طبعا بعثة مملكة البحرين على يعني جميع التسهيلات اللي قدموها، ولله الحمد أمورنا يعني كلها ولله الحمد متابعة أول بأول من قبل البعثة، وفي يعني مسوين لنا رابطات وإحنا نتصل فيهم، وليه إنه قبل أن نطلع من البحرين هم عندهم أخبار متى بنطلع متى بنوصل، وترتيبات يعني لله الحمد وايد سنة يعني أفضل من كل سنة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما مقصرين بأي شيء، ماكو أسهل من هالشغلة. بالنسبة لإجراءات الحج لهذه السنة كانت جدا سهلة ويسيرة ومناسبة. أنا جاي أودع الوالد والوالدة، الحمد لله الله كتب لهم الحج من مملكة البحرين، وكانت كل الإجراءات سهلة وسلسة، ونشكر مملكة البحرين على كل التسهيلات. والله الحمد لله تسهيلات من مملكة البحرين ومن بعثة البحرين، حكومة البحرين ما قصرت، وكذلك حكومة المملكة العربية السعودية، الأفواج اللي راحوا قبلنا يعني اشكروا في الطريق، اشكروا في المطار، اشكروا في جميع التسهيلات الأمنية الموجودة.